هيبقى في دماغ الحمايه عاد عشان حاجه الناس اللي سلم من الضراب. يلا يا عم هتكتب لنا حصل على الكوبري يعني. حصل انا طالع الكوبري لقيت الواد راكب المكنه وبيساعد ضابط المباحث. هو يعني هو عارف طبعا مش عارف انه ضابط مباحث. هو ما عرفش ان هو ضابط مباحث. اتنين ضباط مباحث بتوع اصليين. الواد بيظبطهم بيسحب السنجه عشان يظبط يثبت الضابط ياخد منه ايه؟ اي حاجه في العربيه. فالضابط راح ضارب عليه ايه؟ نار. الواد راح ضارب طلقه في الارض. فالضابط راح مثبته على كتفه طلقه في الهواء. تمام. كلام سليم؟ فطبعا العيال الواد هاجم عليه راح يمين بيتكلم لمين؟ في الواد احنا اتلمينا على الواد. لكن الظابط لما ضرب الطلقه ضربها في الهواء وما ضربهاش في الواد. ايوه الواد خبط دماغه في السور. اه تمام كلام سليم. تمام. طبعا هو بيثبته وساعد عليه السنجه جوه العربيه. تمام. اما ده ظابط مباحث بتاع اصلين في اثناء طلوع الكوبري ما كان هو لأفت. هو على بصفه يعني عشان راكب عربيه ملاكي ولابس ملاكي, ملاكي. ما عرفش ان ده ظابط مباحث بس الظابط طلع الكوبري من دون قصد. تمام. لا ليه دعوه بالواد ولا يعرف حاجه. الواد طلع متابعه بالعربيه بالمكنه عايز يثبته او يثبته. تمام بشكرك جدا.